رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا مو كل إنسان يشعر. أنت يمكن يومك هذا أعددته من البارحة، ناس والله ما يدري مات فلان، استشهد فلان، كسروا فاتحة فلان، ها؟ لأن هذا الشعور ميت عندك. إذا هو كما قالت فاطمة الزهراء سيدتي سلام الله عليها: وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتفرون من القتال وتنكصون عند النزال. هذا يرتجف من الموت أو يرتجف من الحدث، لا تطلع، لا تشوف كذا، لا تختلط، هذه الفاتحة فيها مشاكل، لا تروح، ها روح اليوم المكتب، روح كذا، معاملاتك افعل كذا. لكن هذا اللي جاي يعلم أن هذا ثواب من الله سبحانه وتعالى. ها الموت يخلص، مدرستنا مدرسة أهل لا أرى الموت إلا سعادة. إحنا أخذناها ممن؟ من واحد بعيد عنا؟ لا، أخذناها من أبي الطين. أنا لا أرى الموت إلا سعادة، سعادة والله سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. طلق الدنيا، جرى عليه ما جرى، هل همه ذلك؟ أنت تدري مصرع الحسين؟ لما واحد يتفكر في مصرع الحسين، شوف شنو مصرع الحسين؟ عاد إلى الخيام محمحما مناديا الظليمة الظليمة من أمتي قتلت ابن بنت نبيها. سمعت الصهيل زينب نادته: أيها المهر توقف، لا تحم حول الخيام واترك الإعواد كي لا يسمع الآل الكرام. كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. يخبر النسوان أن السرط بالبرغة جديد، يستاهل علي يا جماعة يستاهل. يخبر النسوان أن السرط بالبرغة جديد ودم المنحر جار صابغ الجسم يسير وله أوج تعالى فوق أوج الشرطين. التفتت العقيلة إلى سكينة قالت: قومي يا سكن المهر محرب عيني له.